طبعا بقدم لك التحية والشكر ان حضرتك يعني سلطت الضوء على السفينة العظيمة ديت. وعلى فكرة السفينة ديت قبل كده جت في 2010 محافظة بورسعيد، كانت محافظة بورسعيد بتمثل هي سفير مصر وسفير 27 محافظة لهذا الحدث العظيم دوت. عشان كده لازم محافظة بورسعيد تبقى على المستوى اللائق اللي بيمثل مصر، وفي نفس الوقت الحمد لله كل السعادات اللي معمولة النهاردة على أعلى مستوى. وبحب أقدم النهاردة الشكر والتحية والتقدير لكل الأجهزة المتعاونة، خصوصا الأجهزة الأمنية العظيمة اللي موجودة النهاردة، بالإضافة لتنشيط السياحة ووزارة السياحة بصفة عامة، بالإضافة للجمعيات المؤسسة المجتمع المدني ووزارة الثقافة اللي عاملة مجهود عظيم جدا. وفي نفس الوقت احنا الحمد لله في محافظة بورسعيد بنعمل إجراءات تساعدنا ان احنا ان شاء الله نستقبل ضيوف مصر كلها اللي هتشوف اللي هتروح انا بعتبر معرض كتاب متنقل عائم عالمي. فاحنا متخيلين معرض الكتاب لما يتعمل في القاهره بيبقى شكل ايه، شارع صلاح سالم وشكل ايه ارض المعرض، بس في القاهره حاجه عظيمه قوي. فكان بالنسبه للامكانيات اللي محافظه بورسعيد بنحاول ان احنا مع وزاره الداخليه مع المرور مع المرافق مع الحاجات دي كلها ان احنا نقلل التكدس قد ما نقدر، وفي نفس الوقت بننظم الحركه المروريه وسواء حركه دخول وخروج الزائرين لهذا الموضوع. ده حاجه. الحاجه الثانيه الكرو، السفينه دي عليها كرو اكثر من 300 بحار، 300 بحار دول من جنسيات مختلفه وقاعدين عندنا اكثر من 18 يوم، فلازم يقول لهم برضو رحلات موجوده عندنا هنا اهوت. ده بالاضافه ان احنا بنستقبل الرحلات الداخليه من كل محافظات مصر، هيبقى في رواج سياحي في محافظه بورسعيد خلال هذه الفتره وهذه المرحله. احنا الحمد لله بنعمل استعداداتنا على اكمل وجه، وباكد برضو على التنسيقات اللي موجوده ما بين الوزارات المختلفه والإدارات المختلفة حتى مستوى الموظف يتم التنسيق معاه الإجراء اللي هو يتم.